بغية الوصول إلى مخرج ينزع فتيل الأزمة السياسية في السودان، أعلنت الآلية الثلاثية بدء الحوار بين القوى السياسية صباح الأربعاء، حوار بدت تحدياته كثيرة ولكن لا بد منه، وهذا ما تم التركيز عليه خلال لقاء البرهان مع الآلية الثلاثية. تم استعراض ما سوف يطرح في يوم الأربعاء والهدف من طرح هذه الموضوعات والمخرجات المتوقعة من ذلك الحوار أو بداية الحوار في ذلك اليوم. وقد أكد لهم السيد الرئيس بأن الحكومة السودانية ومجلس السيادة الانتقالي داعمون بقوة لكل ما يخرج به هذا الحوار. بدء الحوار تزامن مع لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في والسفير السعودي لدى الخرطوم مع أعضاء المكون العسكري، فضلاً عن لقاءات مع الكتل السياسية التي بدورها تباينت مواقفها ورؤاها حول قبول مبدأ الحوار، فهناك من يقبل وبعضهم من يرفض ومنهم من يقبل باشتراطات. اعتذرنا عن المشاركة في هذا الاجتماع للأسباب التي بيناها، كما بينا ذلك في اجتماع لاحق لهذا الاجتماع مع السيدة مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية. نحن في الحرية والتغيير ما عندنا تحفظ في الآلية ولا عندنا تحفظ في العملية بتاعة الحوار والمائدة والطاولة اللي بتجمع كل السودانيين في حتة واحدة، لأن الدولة السودانية مرت بأزمة كبيرة جدا 60 سنة. مراقبون رهنوا الوصول إلى حل ينهي الأزمة بوقف المزايدات السياسية. الآن هناك فرصة إذا دخل الجميع إلى قاعة المفاوضات أن ينتجوا حل، لكن إذا استمرت عملية المزايدة التي نراها الآن فبالضرورة لن يدخل أحد إلى قاعة المفاوضات، وستكون هناك مفاوضات ربما مع بعض الأطراف التي أصلا ليس لديها خلافات بينية، وهذا لا ينتج الحل ويحافظ على الأزمة في مسارها. ينطلق الحوار الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية، والأنظار تتجه صوب قائمة الفاعلين وإمكانية حدوث اختراق في حالة الجمود السياسي التي تشهدها، وذلك لإعادة تشغيل مرحلة الانتقال في البلاد التي تشهد انقساما يهدد بالأسوأ. محمد عثمان، العربية، الخرطوم.